أنتم تشاهدون تلفزيون اليونيسف. قامت صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله ملكة الأردن بزيارة مدرسة متميزة في ساو باولو البرازيل التي تعتنق فلسفة التعلم بالممارسة. وبصفتها المناصرة البارزة للأطفال في اليونيسف، تركز الملكة رانيا اهتمامها على التحديات التي تواجه الأطفال في أنحاء العالم. وقد التقت بعدد من الطلاب في مدرسة إبريندي سيتي وناقشت جوانب المناهج الدراسية التي تتيح لهم تعلم مادة الكيمياء في مطابخ المطاعم في الحي وإقامة حلقات عمل فنية في المتاحف والمسارح. ويشجع السكان المحليون على تبادل المعارف وخاصة مع الطلاب في منتدى أصبح في جوهره فصلا دراسيا ضخما في الهواء الطلق، هو نهج اعتمده الطلاب. يدرك هذا المشروع أن التعليم عامل هام لتحقيق العدالة، ويعد درجة حاسمة على السلم في احترام الذات والكرامة والاعتماد على الذات. ويدرك أيضاً أن التعليم هو الأساس لقيام مجتمعات مستقرة وآمنة، والأساس لإقامة العدالة والمساواة في المجتمعات. ويدرك أن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية. ثم أخذت الملكة رانيا قسطاً من الراحة في جولتها في المدرسة لتقدم يد المساعدة في مشروع فني. قد أعطى جميع الأطفال الحاضرين الملكة درجات عالية على هذه الزيارة. وقبل أن تفتح هذه المدرسة أبوابها قبل 11 سنة، كان الحي موبوءاً ببيع المخدرات وانتشار الجريمة، وتعمل حكومة البرازيل واليونيسف حالياً على تكرار هذه التجربة الناجحة في مختلف أرجاء البلد. إن زيارة جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى البرازيل زيارة بالغة الأهمية بالنسبة لنا، لأنه أتيحت لنا الفرصة لإظهار كيف أن البرازيل تتغلب على التحديات التي نواجهها من أجل تحسين نوعية التعليم. هذه هي مدرسة واحدة فقط في بلد واحد في عالم يقدر أن 93 مليون طفل لا يذهبون فيه للمدرسة، لكنه يشكل دليلاً على ما يمكن عمله عندما يتضامن المجتمع المحلي معاً ويقرر أن يجعل تعليم الأطفال أولوية من أولوياته. تقرير صبح الجوابر من تلفزيون اليونيسف، معاً من أجل الأطفال.